عندنا دلوقتي كيكة لذيذة جدا جدا جدا، هي كيكة القرفة وعين الجمل. الوصفة دي عشان نعملها عايزين للكيكة 3 بيض فانيليا، 1 كوب سكر، 3 ارباع كوب زيت، 1 كوب حليب، 2 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، كفاية معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وعايزين نص كوباية عين جمل مجروش، وخليط القرفة كوب. هناخد كوب من الخليط اللي فات هنخلطه مع 2 كبار سكر بني، 1 كبيرة كاكاو، 1 كبيرة قرفة، 2 كبار حليب، و3 معالق كبيرة زبدة. الصوص اللي عندنا فوق كوباية جبنة كريمي، 3 ارباع علبة حليب مكثف محلى، علبة قشطة، 1 صغيرة قرفة مطحونة، وللتزيين عين جمل، وكمان نص كوب شوكولاتة قابلة للدهن. طيب أول حاجة هنعملها عشان نعمل الكيكة، هناخد البيض اللي عندنا ونحطه هنا مع السكر والفانيلا. ونخلطهم مع بعض شوية. هناخد بقى دلوقتي الزيت ونضيفه على الخليط ده، وهنخلط البيكنج باودر مع الدقيق ونشغل على الزيت والبيض والسكر. ناخد بقى الدقيق اللي عندنا ونضيفه على الخليط ده. وهنحط اللبن آخر حاجة. تمام اوكي. هناخد بقى دلوقتي الحاجات اللي قلنا هنخلطها مع الكوبايه، واللي هي عندنا سكر بني، عندنا كاكاو، وعندنا قرفه، وعندنا حليب، وعندنا زبده بس عايزين ندوبها. كنت فاكراها دايبة. وهنخلط كل المكونات دي بقى مع بعض. خليني اخلط دول على ما الزبدة عندنا تجهز. تقدروا تخلطوها كمان في العجان عادي اسرع يعني. الوصفة دي الصراحة شفت كذا حد عاملها وجربتها وطلعت لذيذة جدا، يعني هي زي ما طالعة ترند كده، وجربتها وطلعت حلوة فقررت ايه اعملها معاكو. ناس كتير قوي عاملينها. طيب ناخد بقى دلوقتي الزبدة، خلينا نشوف بس عود خشب. ونحطه على الخليط اللي عندنا. تقدروا تحطوا جوه الكيكة كمان لو عايزين عين جمل، وتقدروا تخلوه بس على الوش زي ما تحبوا، ممكن جوه وممكن على الوش بس. هناخد دلوقتي الكيكة بتاعتنا وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 وفي الرف الوسطاني. ده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. جبنة هنحطها هنا، عندنا الحليب المكثف المحلى،
وعندنا القشطة وعندنا شوية قرفة. هنخلط الكلام ده كله بقى مع بعضه. نوزعه كويس. وهناخد دلوقتي الشوكولاتة اللي عندنا ونعمل كده على الوش برضو زي خطوط. وعندنا عين الجمل كمان هنحطه على الوش او بيكان زي ما انتوا عايزين. ناخد بقى عين الجمل وعلى الوش كده